بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب السنوات التحضيرية جامعة الملك خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الريسبيراتوري سيستم، ونتكلم أول حاجة خالص اللي هو الجهاز التنفسي، نتكلم على الميكانيزم أوف ريسبيريشن. في البداية خالص الريسبيريشن عملية التنفس includes four stages، يعني أربع مراحل. number one which is pulmonary ventilation أو اللي بنقول عليه البريثينج التنفس. وده عبارة عن ايه؟ way of taking oxygen، هو طريقة لأخذ الأكسجين from the environment، and also way of expelling of carbon dioxide to the environment، يعني زي تاخد الأكسجين من البيئة اللي انت عايش فيها وتطلع ثاني أكسيد الكربون للبيئة اللي انت عايش فيها. يبقى دخول الهواء وخروج الهواء يبقى بسموه breathing أو التهوية، تهوية الرئة أو التنفس. يعني يبقى التنفس دخول وخروج الهواء، دخول الهواء عشان أخذ الأكسجين وخروجه عشان أتخلص من ثاني أكسيد الكربون. الخطوة الثانية يبقى أول حاجة pulmonary ventilation أو breathing. number two gas exchange، وهي عملية تبادل الغازات. أنا أخذت الهواء في اللونج ليه؟ عشان أعمل exchange of gases، take oxygen exchange oxygen for carbon dioxide، يعني أخذ الأكسجين وأطلع مكانه ثاني أكسيد الكربون. والحاجة دي بتتم عن طريق عمليتين، يبقى الجاز اكستشينج ده بيبقى في external respiration وفي internal respiration. الاكسترنال respiration هو exchange of gases between the blood and the air، يبقى ده بيحصل فين؟ في اللونج، في الألفيولاي. أخذت أنا الهواء هنا كده هيبقى غني بالأكسجين، والبلاط اللي هنا غني بثاني أكسيد الكربون، يبقى ثاني أكسيد الكربون يدخل هنا والأكسجين يدخل في الدم. يبقى أنا عملت exchange of gases between the blood and the air in the lung. طيب يبقى اللي بيعمل عملية exchange هنا هو البلمونري كابيلاريز، وأي عملية exchange دايما بتتم في الكابيلاريز لأن بتبقى thin wall، جدارها رقيق، فبيحصل gas exchange أو أي change لأي مواد في أي organs، يعني بتبقى عن طريق الكابيلاريز. ففي اللونج في البلمونري كابيلاريز اللي هي surrounded الالفيولاي بيحصل gas exchange from high concentration to low concentration by simple diffusion. يبقى الأكسجين enter the blood وcarbon dioxide enter to the air in the lung. يبقى ده pulmonary capillaries. في عندك internal ventilation أو internal respiration اللي هو التنفس الداخلي، وده بيتم فين؟ في systemic capillaries اللي هي الشعيرات الجهازية الموجودة في الأورجانز اللي هي موجودة في كل جسمك. وده بيحصل من خلاله ايه؟ exchange of gases between the blood and the tissue cells أو tissue fluid and a cells. يعني إذا حصل between the blood والcells أو والfluid اللي هو tissue fluid أو كده، تعرف على طول ده internal respiration. ليه؟ لأن أنت بالوقت هيحصل exchange للأكسجين from the blood and carbon dioxide from the tissue to، يعني from high concentration يبقى الأكسجين اللي جاي في الكابيلاريز اللي هو systemic capillaries، و from the cell نتيجة الأيد بقى والتمثيل الغذائي يطلع carbon dioxide، يبقى carbon dioxide from high concentration inside the cell to the blood and from الأكسجين from the blood capillaries systemic capillaries to the cell. الخطوة رقم 3 اللي هي الترانسبورت اوف جازز، يبقى دي الخطوة رقم 3. عملية الترانسبورت اوف ريسبيراتوري جازز، خلاص انت عملت اكستشينج اوف جازز، سواء كان بقى انترنال ريسبيريشن او الاكسترنال ريسبيريشن. يبقى البلد از ترانسبورتنج ميديوم أو فلويد، إيه السائل هنا؟ الغازات هو البلد. يوز الكارديو فاسكولار سيستم عن طريق طبعا الجهاز القلب الوعائي between the lungs and the tissue، يعني from the lung to the tissue يبقى أنت بتنقل الإيه؟ الأكسجين، أو from the tissue to the lung يبقى أنت بتنقل الإيه؟ الكربون دايوكسيد. دي الخطوة رقم 3. الخطوة رقم 4 اللي هي عملية بقى cellular respiration اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو الأيروبيك cellular respiration، التنفس الهوائي. ودي عملية ايه؟ utilization of oxygen، ازاي تستفيد انت من الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون عشان في الآخر تحرق المادة العضوية وتطلع الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية داخل الخلية.
يبقى ده اول خطوة خالص اللي احنا قلنا عليه 4 مراحل. اول واحدة اللي هي الفنتيليشن، وهي عملية الانهيلد اير، يعني هواء شهيق بيدخل من اللونج الى اللونج كده في الالفيولاي، الالفيولار سبيسز. يبقى هنا الهواء غني بالايه؟ غني بالاكسجين. طيب، ويوم يحصل تبادل ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد، الاكسجين يدخل في البلمونري كابيلاريز الموجوده في اللنج، والكربون دايوكسيد يسيب البلمونري كابيلاريز ويدخل في الاير. عشان كده بعد كده الاير اكسهيلد اوتسايد، يبقى ده هواء الايه؟ الزفير، خارج محمل بثاني اكسيد الكربون. الدم دلوقتي اصبح دم محمل ب او غني بالاكسجين عن طريق الأوعية الدموية، يتنقل من اللونج للهارت، والهارت بعد كده يضخه إلى أنحاء الجسم. يحصل هنا إيه اللي أنا قلت عليه؟ عملية الإكستشينج في بتوين الإير والبلاد، يبقى ده إكسترنال ريسبيريشن. لما الدم يبقى يعني محمل بالأكسجين ريتش بلاد وبور بالكربون دوكسيد، يعني غني بالأكسجين وفقير بثاني أكسيد الكربون، يوصل للتيشوز والسيلز عشان يحصل الخطوة التانية لعملية الانترنال ريسبيريشن اللي هو جهاز الإكستشينج ما بين التيشو والسيلز. الخلايا تاخد الأكسجين هي محتاجاه وتتخلص من ثاني اكسيد الكربون. بعد كده يحصل ترانسبورت اوف جاز، سواء كان بقى من اللانج للتيشو او من التيشو لللانج، عن طريق طبعا الكارديو فاسكولار سيستم، جاز القلب والاوعيه الدمويه اللي انت شايفها. اللون الازرق ده يعني ده فين بيحمل دم ريتش بالكربون دوكسايد، وده يحمل الاوراق الشرايين تحمل دم اكسجين في الكربون والاكسجين. بعد كده الخطوه بعد كده جوه الخلايا يحصل ايه؟ السيلولار ريسبيريشن، التنفس الهوائي، زي تحول المواد الغذائيه وتستغلها وتطلع منها الاي تي بي من خلال الاكسجين، ده السيلولار ريسبيريشن. يبقى الفنتليشن دلوقتي اللي هي انسبيريشن شهيق، او انهيليشن برضو يعني شهيق، اللي هي بريثنج ان نفس للداخل. والاكسبيريشن او الاكسهيليشن، ودي ذس مين بريثنج او التنفس الخارجي، يبقى دي عمليه الشهيق ودي الزفير. ده باختصار معنى الفنتليشن، اخذ الهواء لداخل الرئه وخروج الهواء من الرئه. الريسبيريشن اوكي بيحصل ازاي؟ ان الاكسجين از ريكوايرد باي ذا بودي تو ميك الاي تي بي، واحنا محتاجين الاكسجين اساسا عشان ايه؟ عشان نصنع الـ ATP في تنفس الايروبيك سيلولار ريسبيريشن. يعني الجلوكوز اللي عندك ده مصدر الطاقة العضوي، ده في وجود الأكسجين هيطلع منه الـ ATP والووتر، ويطلع الكربون دايوكسيد، وتنفس دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون. من خلال العملية دي يتكون وتكسر وتطلع الطاقة. الكربون دايوكسيد زي ما انت سايب ده واست برودكت سيلولار ريسبيريشن، اكسس ليفل اوف ذيس جاز تشينج ذا بلاد البي اتش اوف ذا بلاد، بتحور وتحاول او تغير البي اتش بتاع البلاد وتخليه اسيديك، وبالتالي لازم نتخلص من الكربون دايوكسيد ويطلع عن طريق الايه؟ الاكسهيليشن او الاكسبيريشن. ذا جاز از نيدد تو ريموف، يبقى لازم نتخلص من الجاز ده عشان نحافظ على البي اتش بتاعت البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.